I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two seater. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا جايب لكم طريقه بدره احبابي في الله، ازاي تعمل فخ فردي في البيت في المطبخ. وانت يا ست الكل لو حابه تعمليه في المطبخ طريقه سهله، تمام؟ هتجيبي، لو جبنا مثلا شيبسي، عيش، جبنه، مقاديرنا الجميله اهي. نشوف بقى الوصفه بتاعتنا، وترولي وتحري وتضربي وبنقطع العيش بالتساوي بالتساوي اهو، بحيث ان لو هناكل محدش بقى يجور على حق حد. وتحمري، وانت لو انت طالبه معاك اديها. فندخل في الموضوع. بس الاكله دي ناقصها حاجه. ايه ناقصها؟ ملح زايد شويه ولا جرجير؟ جرجير بقى بتاع الفيديو نفسه، تمام. طبعا كان بيطلب مني ان انا اعمل تحالف، تمام، وعملت تحالف اتعمل. نشوف التحالف شكله كده عامل ازاي من بره. دي مبدئيا صورة التحالف، تمام، الصورة. ماشي. دي مبدئيا شروط التحالف، تمام. الفكره هنا، خلي بالكوا، التحالف مش في مملكه 3، في مملكه 729، تمام. احنا هننقل المملكه بتاعته لان انا في المملكه دي، تمام. هنستقر في المملكه دي وهندعس اي حد فيها. المهم التحالف ده، ولا هنحارب على القاعده لان حروب القاعده استنزاف، حرفيا بتستنزف الجيش وبتاع. احنا عاملينه عشان نستمتع مع بعضينا، ننزل ندعس اي حد، نحشد، يبقى معانا فخيخ حشود بتاع. بس مش عايزين التحالف كله يبقى فخيخ حشود الكلام ده. احنا عايزين ايه؟ ناس بتعزز، ناس بتحارب، ناس بتحشد. يعني لو نسبك 650 وكحيان زينا كده، فاهم؟ محدش بيخليك تحشد، واخد بالك؟ وبتعرف تحشد، تعال احشد، فاهم؟ فالفكره ان احنا نبقى كلنا ايه، يد واحده، مش هنفرق ما بين لا ده مع حوش وحوش لفه خمسه، لا عادي. احنا انا معيش وحوش لفه خمسه، ويعني الحمد لله بحشد، فاهمين؟ وقاضي بتقسر الحمد لله. والله دمي خفيف، يخرب بيتك يا فواز، عسل عسل. ف عايزين عدد، تمام، عايزين ناس تنضم، بس يكونوا محاربين عشان خاطر ايه؟ عايزين يعني ما ينفعش يعني هعمل عليكم وينز اصلي يعني. مش عشان انتوا تبعي، لا لا، انا راجل حقاني. انت بتضحك علي؟ هتخيخوا معايا؟ هتخيخوا؟ هعمل عليك مينز، تمام. طبعا صدام ساحة التنين قربت، تمام. فعايزين ايه؟ عايزين ندخل بساحة التنين كده، بعد ما نرجع من ساحة التنين ننزل المملكة كده، ايه، نفنطها ونفنشها، واللي رايح واللي جاي، انت تبع مين؟ لا انت تبع مين؟ عدي، ده مش تبع، نحشد. لان انا شايف ناس في المملكة هنا قوتهم 300 و200 مليون بيناموا على العجايب، وانا سطوف بيه حاطط درع ونايم زي البطة البلدي. فلا يا شباب، ماشي، ادينا عملت تحالف اهو، يلا وروني. يعني انا متوقع، يعني انا عارف طبعا فئة معينة هيقولك احنا معاك، احنا في دارك، اعمل التحالف، مفيش حد يجي. تقدم الى الامام، نحن معك، سوف تصل، انت تستطيع. انا عارف، تمام، ما علينا. الشروط قدامكم اهي، 500، لو 400 وبتعزز وبتحارب امين، تمام. اهم حاجة الصيد. ليه اهم حاجة الصيد؟ لان الصيد ده هو الحاجه الوحيده اللي بيجيب لك جواهر، بيجيب لك موارد، بيجيب لك قطع، يعني نساعد بعضينا، تمام. وانا عن نفسي بصطاد 19 وحش، 20 وحش في اليوم، تمام. بس كده يا شباب، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ha ha ha.
بتضحك على ايه يا عم؟ We got to turn it off. بيقصدني انا، بيتكلم عليا. ده انت بصراحة حد بطيء، بطيء جدا. احم احم رزبي لحم. رب الكعبة، لو أعرفك ولا ساكن جنبنا. لا أشل أربيجي وأدخله يا ابن يا عبيت. هل أنت عبيت؟ يا سلام يا أخي، والله العظيم أخلاقك العالية دي أحرقت ميتين أهلي وخلت هعيط. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. انا هايم من النوم قرفان، مش عارف انا جيت الكوكب ده ليه. Oh, man.